القضاء الفرنسي أوقف تطبيق قرار منع لباس البحر الإسلامي البوركيني على شواطئ نيس، واعتبر الغضب الذي أثاره اعتداء كورنيش المدينة لا يبرر هذا الإجراء. وبعد أسبوعين من الجدل قال مجلس الدولة إن البوركيني لا يسبب خللا للنظام العام، كما أنه لا يمكن للبلديات منعه. ورغم ذلك قررت بلديات عدة في مدن عدة في نيس وكان وفيرجو الإبقاء على المنع خلال الصيف.